مرحبا شباب، لا جيتكم بجي تي اي 5. لا تنسوا اشتراك ولايك وسبسكرايب. هاي طبعا نسخة الاندرويد. هاي النسخة للاندرويد، انا حملتها ونزلتها وهني بلعب فيها. شايفين شباب؟ هاي نجيب دراجة، جيب دراجة. هاي جيبكم نجيب دراجة ونسوقها، وإذا عرفنا نروح على الماب نعمل تحدي شباب. إذا بنحاول 3 مرات، إذا ما زبطت خلص نوقف الفيديو. لا تبخلوا علينا، باشتراك ولايك سبسكرايب شير. طبعا أنا القناة جديدة، بصير أنزل جي تي اي 5 الأندرويد هاي وهذيك ميمي أجاني اسمها اللعبة. احضروها، شوف الفيديو، احضروها شوفوها. طبعا تدخلوا على قناتي اسمها قناتي انا، اسمي عميد، اسمي عميد انا. طبعا اذا ما بتعرفوني طبعا هاي اول واحدة خسرت فيها. نشوف ننزل سيارة ونروح من هديك الطريق الثاني. هاي سيارة مايكل. طبعا احنا من هون نجي نطلع. هني 3 تحديات، دراجة، سيارة، دراجة. طبعا مرأة شباب، بس الله شباب صرنا بالتحدي الثاني. شوف الثالث، نروح الثالث. طال نسوي من هاي دراجة نمبر 1. النظرة الأولى نوقف عشان طاقية أو قبعة، وهي حماية للرأس. إذا ما فزت نشوف التحدي. اذا ما فزت، اذا فزت الدراجة فازت، اذا ما فزت الدراجة والسيارة خسروا. نشوفها ان شاء الله ما يخسروا. نروح نجيب سيارة دراجة تانية.
وهي ندرس تاني أخرى. بدنا نعمل أخرى تحدي، إحنا ننط من غاد، شو رأيكم شباب؟ خطرنا تلنا بس لعب نطة كتير، بس نشوف إذا ما بنوقع نضلنا ماشيين خد، إذا ما بنوقع كون الإنسان فايز، إذا م... ها جيب هاس السيارة عشان الدراجة خسرت، بعدين الإنسان نجيب مايكل نطلع ما بعرف وين نطلع، نشوف سيارة تانية طبعا انا نشوف سيارة تانية هاي السيارة خربت هاي السيارة، بس ما دخلتش بتدخنش، طلعت دخان اسود، طلعتني. خلينا نروح شباب عادة تحت تاني عشان هاي مش راضي، وانا اسف عشان مش راضي هذي شادي يطلع، طبعا السيارة خسرت وهسه دوري انا تاني اروح، اذا ما بنوقع نفوز بالهاي، نفوز بيها تحدي، إذا بعرف أقفز بقفز، إذا ما بعرف عادي منروح.
الرفاطه جوا البرميل بس عشان هيك. اوكي روحوا شباب. غاطة دمنا الأخضر. ما غسلنا بعدنا. صرنا بس. وانتهينا من المقطع يا شباب. لا تنسوا لايك واشتراك والسلام. لا تنسوا اشتراك ولايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.